مساء الخير أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم وبرنامجنا كسر الحواجز. النهاردة الأحد الموافق 15/12/2019. طبعا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية اللي احنا بنمر بيها وبنمر بيها من فترة، يعني لسه مستمرين في بعض الحاجات، ان بنشوف غلاء أسعار وفي حاجات تانية ابتدينا نحس شوية ان احنا مرتاحين او قادرين ان احنا نسد احتياجاتنا فيها. لكن يعني اولا واخيرا الحكومة اوقات بتسعى لان هي تصدر قوانين بتساعد المواطن على التعايش مع الأوضاع الاقتصادية، زي مثلا من فترة كان نزل قرار في الخط الساخن للاتصال لحماية المستهلك لو في اي تجار قدام بتستغل هذه الظروف وبتغلي السعر او التسعيره بتاعت السلع الغذائيه تحديدا على المواطن، ففتح الباب لان احنا نتصل بيهم ونشتكي على طول. علشان نلم كل ده النهارده في الحلقه بتاعتنا هيكون معانا ضيوف كرام، هيكون معانا استاذ مصطفى المحلل الاقتصادي، اهلا وسهلا استاذ مصطفى. هيكون معانا استاذ احمد دنيا زي حضرتك من حمايه المستهلك، اهلا وسهلا استاذ احمد. وهيكون معانا الاخصائيه النفسيه وناشطه في حقوق المراه استاذه بسمه، اهلا بحضرتك يا فندم. بادئ ذي بدء هنبدا بحضرتك يا استاذ مصطفى، يعني عشان نخلي وقت حلقتنا كله للمشاهد. عايزين نتكلم في ان بصفة حضرتك خبير في الاقتصاد، هل حضرتك شايف ان التضخم الاقتصادي قل في 2019 ام ما زال مستقر على التضخم او نسبة التضخم في السنوات السابقة؟ ابتداء عايز اشكر حضرتك على الفرصة الجميلة اللي حضرتك اتحتيها لي يا دكتور. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيكي. التضخم ابتداء عايزين نقول للمواطن هو ايه التضخم. تمام. التضخم ان السلعة بتاعتنا اللي احنا بنشتريها انها تبقى مسعرة بسعر غير أو أعلى من السعر العالمي اللي هي متاحة فيه في دول أخرى. تمام. ده معنى كلمة التضخم. إن أنا بشتري الحاجة بكل بساطة، لو جيت اشتريتها في دولة هشتريها بسعر أقل من اللي أنا هشتريها بيه في المكان اللي أنا فيه. تمام. ده ابتداء معنى التضخم بفكرة مبسطة يعني. التضخم بقى زاد ولا قل؟ طبعا هو قل. مقارنة بإيه؟ يعني أنا بحسب ده بإيه؟ سعر الدولار فأول ما بدأنا التعويم بتاعنا كان تقريبا وصل 19، صح على ما أتذكر يعني، وصل تقريبا 19 جنيه بالعملة المحلية بتاعتنا. حاليا الدولار نزل، قل طبعا تقريبا 15 وشوية بالظبط كده. معنى ان الدولار نزل يبقى معنى كده السلعة اللي أنا بشتريها هقدر أشتريها بسعر مقارب للسعر العالمي، كده يبقى التضخم بتاعي قل. تمام. طيب يعني هل بالضرورة انخفاض معدل التضخم بيعني انخفاض الأسعار زي ما حضرتك بتقول؟ بس المواطن ما بيلمسش ده على أرض الواقع، يعني بيشوف نفس الأسعار هي وإن قلت هتقل نص جنيه هتقل جنيه لو هنتكلم عن رز أو سكر أو زيت أو الحاجات دي كلها. تتركز المشكلة دي اللي حضرتك بتتكلمي عنها تحديدا في، أنا آسف إن أنا أقول، جشع بعض التجار مش كل التجار. ليه؟ لأن التاجر بيقول لا ده الحاجة غالية الدولار عالي. طب مش كل حاجة مرتبطة بيك أنت وبسلعتك. على سبيل المثال مثلا إحنا البنزين قل، حتى لو قل حاجة بسيطة قل تقريبا ربع جنيه في اللتر. تمام. مظبوط. تمام. طيب أنت ما نزلتش ليه التسعيرة بتاعت المواصلات العامة، الميكروباص، التاكس، ليه ما قلتش؟ خلاص اللي بيزيد ما بيقلش. بالزبط. يعني هو على مبلغ. على أرض الواقع وفي الشارع اللي بيزيد ما بيقلش. بالظبط. يعني حتى لو هو الانخفاض أو لو البنزين نزل ربع جنيه، ربع جنيه ده حاجة بسيطة برضو قليلة. حاجة بسيطة. فهم بيعتمدوا على ده. حاجة بسيطة في اللتر، بس أنا ما بحطش في عربيتي أو في المواصلات اللي أنا بركبها ما بتحطش لتر، بتحط كذا لتر، فبناء عليه سعر التذكرة اللي انا هركب بيها المفروض ان هو يقل حتى لو حاجه بسيطه. لا هو يا ريت يثبتها، ده كمان بيزود. تمام. يقول لك اصل الدولار عالي. هي بقت نهج بعض التجار واخداه او بعض الناس اللي احنا بنتعامل معاهم على اني لا، يعني كله في الاخر بيتحمله المواطن، وده شيء مرفوض تماما يعني. تمام. انا هرجع لحضرتك طبعا، بس بعد ما اسمع من استاذ احمد دنيا، بحكم ان حضرتك محامي بالنقد و يعني معانا لضمان حقوق المواطنين وحمايه المستهلك، حضرتك شايف ايه اللي تم على ارض الواقع او ما هو اللي تم تنفيذه من بعد الخط الساخن اللي نزل علشان حمايه المستهلك، وان المواطن يلاقي الباب انه اتفتح له للشكوى بتاعته من اي تاجر او من اي حد ممكن يستغل الظروف الاقتصاديه؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
هو حضرتك بالنسبه للخط الساخن هو موجود من زمان، تمام، بس الفكره ان احنا كنا كمختصين بموضوع حمايه المستهلك او متطوعين للعمل العام في خدمه المستهلك على مستوى جمهوريه مصر العربيه كجمعيات اهليه، احنا بقالنا بالظبط اكتر من 8 سنين كنا بندعو لتفعيل منظومه حمايه المستهلك للعلم بيها. مظبوط. بالنسبه للمستهلكين اللي هو المواطنين العاديين، الناس تسمع عن حمايه المستهلك بس ما تعرفش حاجه عنه. تمام. فاحنا قعدنا فتره من الكلام ده من بالظبط 8 سنين بالظبط كنا بندعو ان احنا في وسائل الاعلام ايه هو قانون حمايه المستهلك، ايه هو ايه حقوق المستهلك، في ايه هي حقوقه ويضمن حقوقه ازاي في الشراء والبيع او كلام من ده. جينا في الفترة الأخرانية حوالي بالظبط من 3 سنين بدأ ينزل الخط الساخن بتاع اللي هو جهاز حماية المستهلك. صحيح. الخط الساخن نزل بدأت الناس تعرف يعني قاعدة في جهاز بيحمي حقوق الناس، في كذا 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 كذا، مع إن مش جهاز بس اللي بيحمي حقوق الناس، لا في قوانين كتير بتحمي حقوق الناس بالنسبة لل كمستهلكين أو سواء مقابل خدمة أو مقابل سلع أيا كان المسمى. زي إيه يا أستاذ أحمد؟ يعني القوانين عايز أعرف المشاهد برضه. أنا يعني عندي القوانين أنا عندي اللي هو يقدر في يبقى عندنا يبقى قوانين كتير بخصوص حماية المستهلك. القانون الأول اللي هو قانون جهاز حماية المستهلك أو قانون حماية المستهلك نفسه اللي هو اتعدل آخر تعديل في القانون 181 لسنة 2018 السنة اللي فاتت ونزلت اللائحه التنفيذيه بتاعته، ده كان اخر تعديل لقانون حمايه المستهلك وكان ادى فرصه اكتر للجهاز وامكانيات اكتر للجهاز وادى ضبطيه قضائيه اللي بعد موظفين الجهاز ما كانش فيه ضبطيه قضائيه. تمام. للجهاز ان ينزل يعمل ضبطيه قضائيه بالنسبه لسواء المحل كان بيبيع سلعه مثلا غير مطابقه للمواصفات القياسيه المصريه او كان بيبيع حاجه مش يعني ما لهاش مجهوله المصدر. طبعا كل الكلام ده عشان يصب في خدمه المواطن، بخلاف ان في مشكله اكبر من الكلام ده كله. يعني انا برضك يعني للاسف الشديد ان فكرة المنظومة نفسها يعني أنا بدعو ليها من أكتر من منبركم دلوقتي، بدعو ليها إن الأجهزة الرقابية اللي هو متمثلة في جهاز حماية المستهلك وبخلاف جهاز حماية المستهلك المتمثل في وزارة التموين في الإعلام المصري بوجه عام. أنا بطلب طلب صغير جدا. اتفضل. الطلب ده بيتمثل في إن إحنا نعمل يعني حملة توعية على مستوى جمهورية مصر العربية لحقوق المواطن كمستهلك. ايه هي حقك يا مستهلك؟ وده اعرف حقك. ده هدف حلقتنا النهارده على فكره يا استاذ احمد. اعرف حقك. يعني. تمام حضرتك. اعرف حقك. اعرف حق ازاي؟ اعرف حق ازاي ما اشتري سلعه او اطلب خدمه مثلا سواء مركز صيانه او 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 عشان اضمن حقي فيما بعد، او مركز صيانه ده ما يظبطليش حقي او ما جابليش حقوقي مثلا او ما عملش ما اداليش الخدمه طبقا للمواصفات المطلوبه مقابل اللي انا دفعته. لازم يبقى الناس تبقى عارفه ازاي تلجأ تاخد حقوقها ازاي. تمام. سواء بجهاز حمايه المستهلك، سواء في عندي برضو قوانين مثلا قانون الاحتكار دي من القوانين برضو اللي بتحمي حقوق الناس. ما واحد يجي يحتكر سلعه معينه. طيب. قبل ما ادخل في قانون الاحتكار للسلع المعينه دي، تمام حضرتك، ايه هي المواصفات اللي ممكن المواطن على اعتبارها يعرف ان السلعه دي فعلا بمقدار التسعيره اللي بيشتري بيها ام لا؟ لا، هو احنا في سوق حر في جمهوريه مصر العربيه، احنا في سوق حر ما تمام. عندناش مش مرتبطين بسعر او تسعيره معينه. هي دي المشكله. المشكله عندنا هي مش دي مش مشكله والله، هو السوق الحر ده نظام عرض وطلب. تمام. انا كمواطن او انا كمستهلك المفروض انا عارف حقي فين الاول، اللي احنا بنتكلم اللي انا اتكلمت فيه الاول ان بدعو ان توعيه الناس ايه هي حقوقها، ايه هو يضمن حقه زي ما بيجي يشتري سلعه او منتج او جهاز او 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 سواء فاتورته او جهاز الضمان بتاعه كلام من ده. ان انا بعد كده ما يحصل لي مشكله اعرف اخد حقي. تمام. انا بشتري مثلا سلعه اوعي الناس ايه هي المنتجات الخادعه او العبوات الخادعه. مظبوط. ايه هو الاعلان خادع موجود في مثلا في وسائل الاعلام ما حدش عارف المصدر بتاع الاعلام ده فين بالظبط، اعرف ايه هو اعلام الخادع. الاطفال الصغيره لو انا جيت في مرحله التعليم الاساسي ده يعني ده من وجهه نظري انا. اتفضل. انا عاوز اطلع جيل النهارده. انا عندي ناس كتير ممكن تكون مش عارفه ليه انا ما وعيش الاجيال الجديده مثلا في التعليم الاساسي. يعني انا بحاول اعمل الكلام ده كمني موجود مثلا في العمل العام في مجلس امناء في التربيه والتعليم. تمام. بحاول مثلا وانا في المدرسه او في الاداره التعليميه اللي انا تبعها بخش مدرسه من دول بصفتي اللي موجود فيها، بحاول مثلا ايه في البريك او في الطابور بتاع الصبح. ايه نوع التوعيه؟ يعني التوعيه اوعي الاطفال بقى يشتري انهي منتج، يشتري المنتج اللي هو بيبقى فيه مصدر ثقه ازاي. ده للسلامه طبعا وللصحه. للسلامه بالصحه كاطفال. والحاجه الثانيه انا 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 يعني ايه بزرع فيه ايه هو انك ازاي تحمي حقك، تعرف حقك ازاي في شراء منتج او شراء حتى لو باكو بسكوت.
يعني يعرف هو رايح فين، مين هو صغير، على مثلا ما يكبر. يعني انا يعني ايه بنزرع المنظومه من في الاجيال الجديده من دلوقتي. تمام. للاسف الشديد بقول ان اكتر من 90% من المواطنين ما يعرفوش يعني ايه حمايه مستهلك، يعني ايه يحفظ حقه ازاي. احنا تعودنا نروح نشتري ونمشي. لا انا بقول لك اشتري وخد فاتوره، ما تمشيش من غير فاتوره. طيب انا هرجع لحضرتك بعد ما اخد معايا المداخله دكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي. اهلا وسهلا يا دكتور. بيك يا مصطفى. ازاي حضرتك يا فندم؟ الله يخليك يا رب، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. احنا يعني انا عايزه اسال من وجهه نظر حضرتك، هل التضخم عن معدلات التضخم السابقه كانت بتقاس على الاسعار السائده في 2010 ما قبل 2011، وفي سنه 2019 بتقيس الحكومه على اسعار 2018، فهل ده ليه اثر سلبي على معدلات التضخم؟ وايه هي سنه الاساس اللي يفترض على اساسها ان احنا نقيس معدلات التضخم اللي عندنا؟ الحقيقه طبعا 2010 كانت الظروف مختلفه تماما عن ما بعد 2010، عن بداية 2011. تمام. وبالتالي ان احنا ناخد سنة 2010 كسنة اساس ده كلام خاطئ، ابتداء من ان كانت هذه الفترة بتتميز بالثبات النمو الاقتصادي، لان كان في الست سبع سنين السابقة كان وصل معدل النمو لحوالي 7%، وكان سعر الدولار قدام الجنيه المصري كان الدولار بحوالي 6 جنيه. صحيح. وبالتالي ما كانش يعني يبقى قياس غير منضبط لو اشرنا لسنه 2010 لتغير الظروف. تمام. اما ايضا بعد كده ابتداء من 2011 لغايه 2014، وهي المرحله اللي هي تعتبر مرحله فيها عدم استقرار سياسي واجتماعي وبالتالي اقتصادي، فهي ايضا مرحله يعني لا تقاس عليها معدلات تضخم بقدر ما يقاس عليها عوامل يعني نقدر نقول الانهيار الاقتصادي اللي صحيح. كان موجود في ذلك الوقت. تمام. بعد كده الحقيقة بعد ما تبنت الحكومة المصرية برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي برنامج الإصلاح الاقتصادي، واللي شهد تلاحم كبير من الشعب المصري من خلال تحمل تبعات هذا البرنامج لحوالي 3 سنوات، هي دي الفترة اللي بدأ كانت في البداية الناس بتشعر بمشاكل، سواء بالنسبة للأسعار، كان هناك أيضا مشاكل بالنسبة للموضوع بتاع البنية، حاجات البنية الأساسية الكهرباء والمية وخلافه، كانت هناك مشاكل في الأمن والأمان داخل الدولة، كانت هناك مشاكل في العلاقات المصرية، كل العوامل كانت تؤدي إلى عدم استقرار اقتصادي واجتماعي، وبالتالي كانت هناك مجموعة من المشاكل الكبرى اللي أدت في وجود معدلات تضخم غير مسبوقة. صحيح. ابتداء من 2016 ولما تم تعويم الجنيه أو تحرير سعر الصرف، وطبعا كانت النتيجة أن الجنيه المصري أمام الدولار بعد ما كان الدولار بحوالي 8 جنيه وصل 16 جنيه في خطوة واحدة. ده في حد ذاته بيؤدي لأن احنا دولة بتستورد الكثير من مدخلات الإنتاج، وبالتالي بيؤدي إلى زيادة في أسعار السلع اللي بيدخل فيها المكون الأجنبي اللي بيتم استيراده، وبتنعكس بالضرورة على كل السلع حتى لو كانت بتنتج بنسبة 100%، وتنعكس على المواطن طبعا يا فندم. وتنعكس على المواطن. طيب يعني انا اعلم جيدا ان حضرتك متعمق في ملف التنميه المستدامه 2030. في خطط التنميه المستدامه اللي سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ابتدى يحطها، وحضراتكم كخبراء اقتصاديين طبعا ابتديتوا تشوفوا وضع هذه الخطط، ايه اللي هيستفيد منه المواطن من هذه التنميه؟ او بمعنى اصح، ازاي كمواطن يكون عنده هو كمان تنميه مستدامه علشان تواكب هذه الخطط من حضراتكم؟ طبعا موضوع التنميه المستدامه هو يعني نوع من التنميه الشامله اللي بتاخد في حسبانها جميع قطاعات الدولة، وبالتالي هناك خطة تم وضعها بدقة بعد ما يكون تم المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وبالتالي النهارده في 2017 2018 دي كان الفتره اللي تم الاعلان فيها عن خطه التنميه المستدامه لمصر 2030، وده كان ناتج من ان بدايه ظهور نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي كانت اوريدي او حقيقه واقعه، وان من سنه 2019 بدأ يؤتى ثمار برنامج الاصلاح الاقتصادي. التنميه المستدامه هي خطه طويله الاجل، كل مرحله بتسلم المرحله التاليه لها في كل القطاعات. النهارده احنا قدرنا نسيطر على معدلات التضخم، قدرنا نسيطر على معدلات البطاله، قدرنا ان احنا نعمل تجربه غير مسبوقه في الرعايه الصحيه، قدرنا ان احنا نعمل بنيه اساسيه قويه جدا تساهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات. تمام. وبالتالي كل هذه العناصر هي دي خطوات التنميه المستدامه. طيب بما ان حضرتك ذكرت هذه العناصر ونعتبره حصاد 2019 الاقتصادي من خلال خطه التنميه المستدامه، ماذا عن 2020 ونحن في يعني على مشارف سنه جديده وعام جديد؟ هل هناك فرصه أو ما يبشر بأن السلع الغذائية التي هي يعني احتياجات أساسية وثابتة في البيت المصري، هل هناك فرصة أن هي تنزل أكتر من كده كتسعيرة؟ بالطبع بالطبع. الحقيقة في 2020 هيحصل حاجتين. الحاجة الأولانية هو أن دخل المواطن بالنسبة يعني عادة القاطرة اللي بتجذب الدخول خلفها هي دخل المواطن في الحكومة وقطاع العمل العام. تمام. وهيكون فيه زيادات ذات حيثية وذات قيمة كبيرة جدا في دخل العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الحكومة والقطاع العام. وبالتالي سيتبعه زيادة أيضا في القطاع الخاص وفي ما يعني كل قطاعات الدولة. النقطه الثانيه ان بعد تحسن الجنيه المصري امام الدولار هناك تحسن اخر سيحدث، وده بشيره الزياده الكبيره في ايرادات السياحه، الزياده في الناتج القومي الاجمالي من الغاز والبترول وخلافه، تحويلات المصريين اللي وصلت في الخارج اللي وصلت الى ارقام غير مسبوقه. كل ده بيقول ان في عاملين ايجابيين. العامل الاول هو الحد من التضخم نتيجه لقيمه العمله الاجنبيه والاحتياط النقدي الدولاري بالعمله الاجنبيه بتنخفض امام الجنيه المصري، والاحتياط الدولاري بيزداد وبيزداد بشكل مضطرد. النقطه الثانيه وهو معدلات الدخول، لان الدوله لما كان السيد الرئيس قال ان في مرحله هيتم فيها زيادة المرتبات، كان قال ان لازم تكون زيادة واقعية ومن مصادر حقيقية ليست كالعهود السابقة. وبالتالي طبعا انا بعتقد ان 2020 هتكون اكثر ايجابية من 2019، وستستمر الامور الايجابية بشكل كبير ان شاء الله. بنأمل ونتمنى مع حضرتك ان شاء الله. دكتور شريف، اشكر حضرتك جدا على المداخلة. نرجع بقى لضيوفنا، هنطلق من المداخلة دي يا استاذة بسمة لحضرتك بصفة اولا طبعا كاخصائي نفسي، وثانيا انك ناشطة في مجال حقوق المرأة. يعني احنا عارفين ان دايما الريت عندنا بيكون بطيء شويه، لو كان في هناك فعلا زياده للاجور فاحنا بنستنى يعني بعض من الوقت الى تنفيذ هذه الامور. ماذا عن فكره التعايش والتكيف؟ يعني احنا درسنا في علم النفس ان احنا لو كنا في ازمه ما او في مشكله ما لابد ان تدير هذه الازمه وان نتعايش مع هذه الازمه. ازاي تقدري توصلي للمرأة تحديدا؟ يعني احنا عارفين دايما احنا بنقول ان المرأة هي الحكومة بتاعت البيت وهي اللي بتكون ماسكة الميزانية، فازاي نوصل للمرأة تحديدا كيفية هذا التعايش وازاي تقدر تسد احتياجاتها واحتياجات افراد الأسرة عندها؟ في البداية بس خليني احيي المواطن المصري اكيد عشان درجة استحماله وصلت لاعلى حاجة. تمام. لانه هو استحمل كتير قوي، بقى له تقريبا 7-8 سنين بيستحمل وما زال بيكمل. صحيح. يعني لسه ما زال عنده طاقة وإيمان بالبلد دي إن هو يكمل. صحيح. تاني حاجة عايزة أحييها طبعا المرأة المصرية اللي هي شايلة كل حاجة، زي ما بنقول كده هي رئيس جمهورية البيت طبعا.
فبتاخد اقل حاجه، فبتعرف تعمل توازن بين المرتبات القليله جدا جدا وما بين الاحتياجات الاساسيه للبيت. مظبوط. بس خليني اقول لحضرتك حاجه، انه درجه الاستحمال دي برضو زادت عن حدها. يعني احنا بنتكلم على سياده الرئيس بيقول استحملوا، واحنا بقالنا سنين بنستحمل، وانا بتكلم كمواطن دلوقتي. هو سيكولوجية يعني بطبيعه وسيكولوجية المواطن المصري فعلا هو عنده قدره على التحمل والصبر. تمام. بيقابل كلام ست الرئيس ان جشع التجار، بيقابلوا غياب الاجهزه الرقابيه تماما، بيقابلوا عدم وعي المواطن المصري بحقوقه، وحتى لما بيجي بيطلب بحقوقه بيقابل بانه هو ده اللي عندنا وهو ده المتاح. واذا كان لسه بناء على كلام استاذ احمد، احنا ما عندناش ان احنا نختار ايه الكويس وايه مش كويس، احنا لسه ما عندناش الثقافه دي، احنا الشعب المصري ما عندوش الثقافه دي للاسف. وده طبعا بقول للاسف لانه ده طبيعتنا. هو انا سؤالي لحضرتك يا استاذه بسمه، في ان بما ان ما عندناش ثقافه ان احنا نعرف ايه الكويس وايه اللي مش كويس وايه اللي ادفع فيه فلوس كتير وايه اللي ما ينفعش ادفع فيه فلوس كتير، ففي ظل اللي احنا فيه دلوقتي، يعني حضرتك عملتي توصيف للحاله اللي احنا موجودين فيها حاليا وتوصيف لان من يستغل هذه الحاله بشكل سلبي كل الاتجاهات. طيب بالنسبه للمراه وهي تعول، وفي مرأة كتير بتعول لوحدها بيوت، وبالنسبة برضو أيضا للرجل اللي بيعول أسرة كاملة، وحتى على مستوى البنت لوحدها أو الشاب لوحده، إزاي يقدر يعمل أو يحط قدامه عناصر هذا التكيف مع الظروف المواتية كإدارة أزمة؟ إحنا دلوقتي كل مواطن في أزمة، يعني لازم يتعلم إزاي يدير هذه الأزمة. هو ما عندوش حل غير أن هو يعمل أولويات لحياته، الاحتياجات الأساسية بس والرئيسية هي اللي تتجاب. لازم يتكيف، مخصوب ان هو يتكيف. تمام. هي دي الفكره. بس برضو زي ما بقول لحضرتك، التكيف دي كل حاجه ليها ليميت، النفس البشريه ليها ليميت لكل حاجه. تمام. حتى لو مؤمنين بالبلد دي، النفس البشريه ليها ليميت انها تستحمل اي حاجه. تمام. خصوصا يعني انه الناس جابت اخرها في حاجات كتيره جدا، في غلاء الاسعار طبعا، يعني احنا بنشوف واحنا ماشيين في الشارع، يعني الناس كلها متضرره في حاجه زي كده. بناء على كلام الدكتور الاقتصادي اللي كان بيتكلم، هو بيقول ياتي بثماره على المواطن المصري. المواطن المصري لسه ما حسش باي ثمار حتى اللحظه اللي انا بكلم حضرتك فيها. لو الحكومه المصريه هممها المواطن المصري، ما كانش في ملايين خرجوا من البطاقه التموينيه وبيستحقوا. انا مش بقول ان ما يستحقوا، اللي ما يستحقوش ده اكيد احنا مش هي اعاده بس هيكله واعاده استخدام لمن يستحق فعلا يعني الدعم. دي قضيه لازم مطروحه. انت بتتكلمي على السلع الرئيسيه دلوقتي، لا ده في ناس كتير كمان خرجت منها. تمام. فازاي وبعدين بنقول انها مدعومه في حين ان هي ممكن تبقى اسعار السلع الرئيسيه ديت بره ارخص منها من المكاتب التموينيه اللي موجود فيها. تمام. فبالتالي لا، احنا محتاجين اجهزه رقابيه. يعني المواطن المصري مستعد يستحمل ومستحمل اصلا وما بيتكلمش. صحيح. يعني صحيح. تماما. بس فين الاجهزه الرقابيه برضه؟ هو منتظر، في هو منتظر النتائج الايجابيه للمواطن المصري بالنسبه مش كمان يقابل كمان ان هو بيحصل له كمان حاجات مش طبيعيه. يعني. طيب انا يعني استاذ مصطفى، يعني أستاذة بسمة بتقول فعلا أن في بعض المواطنين خرجوا من ملايين يعني ملايين خرجوا من بطاقات التموين علشان بيعيدوا توازن بس، أو أن مين هيستحق البطاقة ومن لم يستحق. طيب يعني بحكم مجال حضرتك، إحنا لما بنقول مثلا والله طب الحمد لله البنزين قل ربع جنيه، أو السكر قل جنيه، أو قل نص جنيه في الحتة الفلانية، والرز، ولكن ما زال أيضا هذه السلع الأساسية هي في غلاء بالنسبة للمواطن. فليه ده؟ يعني ليه ما بنقولش إن إحنا بنشوف الآن، إحنا سمعنا من دكتور شريف إن هناك طبعا نسبة البطالة هتقل، في أجور هتزيد وما إلى ذلك. طب على بال ما ده يحصل، ليه مطلوب من المواطن إنه يتحمل ومش مطلوب من الخبراء الاقتصاديين والمحللين الاقتصاديين إن هم يبدوا اقتراحاتهم في إن يعملوا هذا التوازن على بال ما الأجور تكتر؟ هو زي ما حضرتك قلنا في الأول، إحنا دورنا التوعية. بس أنا عايز أرد على الأستاذة بسمة، طبعا هي كلامها مظبوط إلى حد كبير، بس موضوع الناس اللي اتشالت من بطاقة التموين، أنا واحد من الناس اتشالت من بطاقة التموين، بس أنا غير مستحق للدعم في الفترة الحالية. تمام. فاتشالت فعلا، بس هل كل الناس اللي اتشالت
يعني المفروض غير مستحقة, غير مستحقة ولا لا؟ تمام. دي انا اعرف حالات كتير جدا غير يعني هرجع لك يا استاذ مستحقة واتشالت. هي ممكن هم ممكن ان هم يروحوا يقدموا شكوى, ما هو ده دورنا التوعية. هم دول ممكن يروحوا يعملوا شكوى ويقولوا طب انا اتشلت, ايه الاسباب ان انا اتشلت بيها؟ هل انا مثلا دخلي اعلى من الحد اللي هو المفروض, عديت الحد الادنى فانا ازيد منه المفروض ان انا اتشال؟ هم ليهم مقاييس معينه. انا طبعا يا استاذ مصطفى, حتى الذي لا يستحق انه يدخل تحت نطاق بطاقات التموين والدعم هو برضو متضرر. انا مع يعني المواطن, يعني حتى اللي هو لا يستحق هو متضرر اصلا من هو بالنهايه هو مواطن مصري. المفروض الدعم ده دعم اساسي يعني كل العالم. انا مع حضرتك يا استاذه بسمه, اوعى تفتكر ان انا لا انا بقول اصل الدعم ده دعم لكل المصريين. لا هو الدعم حاليا في ناس معينه ما يستحقوش, بس انا بنتكلم على الاغلبيه العظمى يستحقوا. في ناس اتشالت النقطه دي, بس عشان النقطه مهمه جدا بتاع التامين, معلش هطول فيها شويه. الناس اللي اتشالت وشايفه ان هي مستحقه للدعم حسب الرولز, حسب الشروط اللي حطها الدولة, من حقهم ان هم يقدروا يروحوا في مكاتب التموين الخاصة بالجهات اللي ساكنين فيها, المناطق اللي ساكنين فيها, ويعملوا شكوى وهيرجعوا. التظلمات دي تظلمات. التظلم ده بيتقبل في حاله ان هو فعلا يتقبل, ما تردش عليه بقاله 3 شهور. اتفضل. من شهر 9 لحد دلوقتي تاني وتالت ورابع. بس ما فيش بتدرج علشان الناس كتير والادوار, واحنا عندنا يعني خلينا واقعيين شويه وعلى ارض الواقع. بما اننا في برنامج كسر الحواجز, احنا عندنا مشكله في الاداره, إدارة الأزمة عامة على المستوى الأكبر والأعم. في ناس يعني هتلاقي فيه بطء في إن هو يبص على كموظفين يعني في الأماكن المعنية, بطء في إنه يبص على الشكوى, بطء في إن هو ينفذها, في إنها بتروح لكذا حد أكتر من مرة على بال ما تيجي توصل للمواطن. فطبيعي لازم هيقعد 3 شهور. بس كل ده ما يتصبش برضو على المواطن للأسف يعني. للأسف ده فعلا اللي بيحصل زي ما حضرتك قلتي. تمام. فهو ده الحل بالنسبة إن أنا قابلني مشكلة في حاجة زي كده, إن أنا ما أسكتش. طيب برضو أنا عايزة رأي اقتصادي بحت. هل من الممكن ان تسعيرة السلع الغذائية والتي فعلا يعني بتعتبر حاجات أساسية في كل بيت مصري انه ينزل, انها تنزل على بال ما نعلي الاجور؟ أكيد. يعني ما تنزلش الربع جنيه, يعني مش هيفرق حاجة ربع جنيه في سكر بتتقاس ولا ازاي؟ ما هو ربع جنيه ده في عدد, يعني الحسبة بتيجي كده. لكن انا مع حضرتك ومع الأستاذة بسمة ان لازم المواطن يحس بده فعليا, حتى لو كان في السلع الأساسية. لا خلاص مش بنتكلم دلوقتي في شوكولاته ولا في فسح ولا في ميك اب ولا السلع دي, خلاص في بعض الناس نسيتها أساسية. اساسا تمام. لكن الحاجات الاساسيه انا ايد حضرتك والاستاذه. طيب. بسمه ان هي لازم ارجع استاذ احمد, يعني حمايه المستهلك هل يندرج تحتها مش بس ان هو ينظر لشكوى المواطن, ولكن ينظر للحاله المزريه اللي ممكن يكون فيها انه فعلا غير قادر انه يسد احتياجاته, وبالضروره ان يعني اي جهاز من يعني اي فرع من اجهزه حمايه المستهلك تتحدث باسم المواطن, يعني بلسان المواطن, انه محتاج انه يخفض الاسعار, انه محتاج ان احنا ما نغليش اسعار اكتر من كده؟ هو بس انا عاوز اوضح جزئيه. هو في فرق ما بين حمايه المستهلك او قانون حمايه المستهلك وما بين موضوع التضخم والاسعار واللي احنا بنتكلم فيه. تمام. احنا قلنا في الاول قبل كده في الكلام اللي قبل كده قلت ان احنا في مصر سوق حر. بس انا الحاجه اللي عاوز اتكلم فيها بالنسبه للسوق الحر, انا عندي سلع استراتيجيه اللي هو الزيت, السكر, الحاجات الاساسيه لاي بيت. صحيح. انا عاوز يعني معلش انا بطلب من الجهات التنفيذيه في الدوله ان يعني بقدر الامكان السلع انا بسميها سلع استراتيجيه. طبعا. هي حياه او موت بالنسبه لاي بيت. بالظبط. من غيرها مفيش بيت هيمشي. فانا عاوز السلع الاستراتيجيه دي يبقى تتحدد لها حتى لو ايه متوسط سعر ما بين وبين. تمام. على اساس ايه؟ يعني ما يعني انا في مشكلتين عندي. انا عندي الطبقه المفروض المتوسطه والطبقه اللي هي المفروض محدود الدخل. تمام. الناس دي ممكن اقول ربع جنيه بيفرق معاهم. انا من حوالي اكتر من سنتين كنا بنتكلم في موضوع الاسعار البنزين والبترول وكلام من ده, اللي حصل فيها مشكله في اسعار السيارات والاجره وكلام من ده. انا عملت تقرير وبعته منه, كان منهم تقرير بعته لجهاز حمايه المستهلك في مصر. تمام. انا بطالب يا دوله بعد اذن حضرتك اطبعي لي عملات الفئات ربع جنيه وال50 قرش وكتريها شويه عشان خاطر في مشكله في العربات الميكروباص في العربيات كده كده. انا عندي عندي اب عنده 3 4 اولاد بيروحوا دروس, بيروحوا مدرسه, بيروحوا هنا, بيركبوا عربيه. تمام. اخر الشهر انا ما هو ده جزء من التضخم اللي عندي. ما انا دي جزء من اللي انا عامل لي مشكله مثلا في انا محدود الدخل سي 1200 جنيه الحد الادنى اللي عندي.
في الربع جنيه ده في اربع اولاد مثلا في ربع جنيه مثلا في اليوم مثلا مواصله واحده هيروح ويجي فيها يبقى 50 قرش، 50 قرش في 2 قد 2 جنيه، اربع اولاد 2 جنيه في اربع اولاد قد 8 جنيه في 30 يوم خلاص انا دخلت في رقم بالظبط. فهي حاجات بسيطه بس يعني بتساعد المواطن يعني اللي على قده شويه. انا بحاول اساعد الناس دي يعني هتفرق هتسد. انا مش بتكلم حته البترول او الاسعار انها تنزل ربع جنيه وكلام من ده، هم قال لك احنا هنزود البترول والسوق البترول يوصل لمرحله ان هو يبقى سعر حر وكل 3 اشهر نعمل مقاييس بالنسبه للسوق العالمي عشان كله هينزل ربع جنيه. تمام. والبترول لو نزل تاني او قيمه الجنيه نفسها عليت على الدولار البترول هينزل قصاد الجنيه. فعشان اقول الجنيه بتاعي يبقى افضل وحلو قدام الدولار انا بتكلم في حاجه عندنا صناعه وزراعه. صحيح. هنرجع تاني للقصه نفسها الاساسيه ان احنا نطور من نفسنا. ان احنا نشتغل بنشتغل بجد مش يعني انا مش بتكلم في حد ادنى وحد اقصى، انا ما بتكلمش في اجره او في مرتب او في حد اقصى وحد ادنى. الحد الاقصى او الحد الادنى ده القيمه بتاعته هتبقى القوه الشرائيه للجنيه امتى؟ تبقى القوه الشرائيه للجنيه بتجيب حاجه صح. هتجيب حاجه صح امتى؟ اما يكون الاقتصاد بتاعي صح. صحيح. هنتكلم في اقتصاد يبقى نظبط المنظومه الاقتصاديه، احنا كمواطنين كشعب خايفين على البلد دي. كلنا مع بعضنا ايد واحده، كل واحد بما يرضي الله وبضمير في شغله. ايا كان هو بقى ايا كان وظيفته. دي يا استاذ احمد ما هي حته هي دي اللي نتكلم فيها ايا كان وظيفته. زي ما استاذه بسمه بتقول لك ان في جشع من الاقتصاد. فهي في دعوه للمجتمع ككل. سواء بقى من 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 من, من منصات الاعلام، من الكنيسه، من المسجد. تمام. كل واحد يعني كل اعماله فسير الله عملكم ورسوله المؤمنون. انا كمسلم فالمفترض ان احنا كل واحد يتقي واحد يكون عمله ايا كان نوع العمل بقى، ان كان راجل بقى على قده، راجل بتاع نظافه، راجل بتاع مزارع في الارض، راجل في مصنع، راجل في شركه، راجل رئيس مجلس اداره، كل واحد يتقن عمله بما يرضي الله البلد بتاعتنا. واعتقد ان احنا يعني لو ابتدينا فعلا نركز اكتر على المنتج المحلي وان احنا الزراعه نبعد تماما بالظبط نبعد تماما عن فكره الاستيراد زي ما دكتور شريف كان بيقول ان ده من الخطط بتاعت التنميه المستدامه هيوفر جداً كتير جدا جدا على المواطن ويبتدي يدخل دخل قومي اعلى كمان بالنسبه للدوله. طيب استاذه بسمه يعني ازاي احنا طبعا يعني حضرتك عارفه ان في مواسم بتكون عايزه كده بالك من الفلوس يعني عايزه بادجت معين رمضان بالظبط رمضان في الاعياد داخله على مدارس صح. كسوه الصيف كسوه الشتاء يعني ازاي فكره التدبير وازاي فكره ان احنا ما نصرفش كتير وفي نفس الوقت ناخد او نجيب الحاجات المطلوبه والاساسيه معايا. ما هي المشكله ان الحاجات الاساسيه هي اللي غاليه دلوقتي فانت فاهمه قصدي يعني انت بتتكلمي في لبس مدارس هل انت تقدري توفري في لبس مدارس؟ ما تقدريش. فاهماني قصدي؟ لكن ممكن بدل ما تجيبي 3-4 طقم هتجيبي طقمين مثلا مثلا يعني هي فكره الاقتصاد. برضو خليني اقول لحضرتك ان هي مش حاجه حلوه بس خليني اقولها. احنا برضو كنا في حاجات كتير مبذرين فيها. صحيح. كشعب انا مصر. والله الله ينور يعني عليك يعني انا عايزه اسمع كانت والله كانت ما انا بقول كانت انا بقول كانت انا عايزه اسمع من حضرتك الكلمتين دول يا استاذه بسمة. احنا عندنا ثقافه عايزين نغيرها تماما كمواطن يعني برضو. ثقافه ان احنا فاتحين المايه 24 ساعه فاتحين النور على طول التكييف مفتوح على طول المراوح على طول شغاله يعني بنلبس زياده طبعا الكلام ده انا بتكلم من 7-8-10 سنين تمام. انا مش بتكلم دلوقتي خالص لانه دلوقتي ما بقاش موجود فاحنا ممكن نكون كنا محتاجين الضغطه دي بس ضغطه زادت قوي بس كنا محتاجين الضغطه دي قوي يعني كنا محتاجين الضغطه دي عشان احنا كمان نتعلم ازاي ان احنا نشوف احتياجاتنا الاساسيه صحيح. والرئيسيه صحيح. برضو احنا في حكايه دخله رمضان استهلاك اكل بطريقه اوفر جدا تمام. فاحنا كنا محتاجين الضغطه دي بس كفايه ضغط لانه كل انسان عنده درجه طاقه معينه يعني قوه نعتبره اختبار ونجحنا في الاختبار يعني وقت المصري احنا بقى لنا 4-5 سنين بالاجبار بالاجبار وده شيء مش حلو ان انت تجبري حد ان هو يعيش تحت ضغط ده شيء غير صحي حتى نفسيا غير صحي هو بيحصل عمليه انتربشن او خلل يعني هو بيحصل ان في هزه حصلت في سيستم حياته وخاصه مع زي ما استاذ احمد بيقول محدودي الدخل والطبقه المتوسطه بس خليني اقول بس حاجه احنا مش معناش عندنا طبقه وسطى تمام تلاشى يعني لسه في جوانب شويه لا 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 بس اللي هم يعني بس هم بداوا يعني للنزول يا استاذ بس طبقه انا عايزه اقول لحضرتك ان حتى الطبقه العليا ابتدت تشتكي يعني ده المؤشر اللي انا فعلا بقيت المس والاحظه اذا هي مشكله على عموم الشعب المصري مش على محدودي الدخل فقط ولا الطبقه المتوسطه عشان كده لازم ندق بقى يعني ندق جرس وناقوس الخطر في ان اما بعد وده اللي احنا بنتكلم فيه النهارده وبلاش نختبر قوه تحمل الشعب المصري هو طول عمره متحمل والله استاذ يعني حمول جدا 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 ما
تحكميش عليه اكتر من كده. بالظبط. طيب استاذ احمد، يعني احنا نعلم جيدا واعتقد ان دكاتره الاقتصاد والعلوم السياسيه بان، ودايما انا بقول الجمله دي، الدول لا تقام ولا توصل لمرحله التقدم غير لما بيكون في ثلاث اضلاع بيتكاملوا مع بعض ويكون مجهوداتهم متشابكه مع بعضها. يعني القطاع الحكومي زي ما احنا بنتكلم دلوقتي، عندنا جهاز لحمايه المستهلك، الرقابة. ايه هو دوره؟ الرقابه زي ما استاذه بسمه قالت لنا ان لازم ولا بد ان يكون هناك رقابه ووزاره التموين، كل ده بيتمثل في القطاع الحكومي ومؤسسات الدوله او المؤسسات الحكوميه. والقطاع الخاص اللي بيتمثل في شركات مثلا معينه او في بنوك ممكن تدعم وممكن ان هي تساعد المؤسسات القطاع الحكومي في انها توفر للمواطن حياه كريمه. وايضا الضلع الثالث هو المجتمع، مجتمع الجمعيات الاهليه او المدني. بنقول ان هو المجتمع المدني. طيب ماذا عن المجتمع المدني؟ بما ان حضرتك فعلا يعني توغلت وتعمقت في مشكلات المواطن الحقيقيه اللي ممكن تدخل عندك، يعني حضرتك قول لي انتوا بتعملوا معاهم ايه؟ هل بتكتفوا ان انتوا بتوفروا ده؟ يعني انا بقيت مش عايزه فكره ان هو يلا علشان ده التكافل الاجتماعي والوجه الله، يعني مش عايزين ده يحصل كتير، احنا عايزين حل جذري وحاجه فعلا تقدم، مقترح يقدم محترم للدوله بان احنا ايدينا معاكم يلا نشوف نحل ده من جذوره ازاي. الموضوع مش هيمشي فده اتعمل فعلا مع المجتمعات المدنيه ولا المجتمع المدني هو دوره يعني هو تطوعي اكتر ما اي حاجه ثانيه. تمام. فكل اللي شغالين في العمل الاهلي هي ناس بتبذل مجهود على قد ما تقدر، بتستقطع وقت من وقتها على اساس خدمه الناس او خدمه المجتمع اللي عايش فيه. وهنا ما ينفعش انا موجود في مجتمع وما بخدمش المجتمع بتاعي اللي انا عايش فيه. تمام. او ماليش دور فيه. لازم اكون ليا دور في المجتمع، انا مش عايش لنفسي، انا عايش لنفسي ولا عايش لغيري. مظبوط. فاحنا كمجتمع بنكمل بعض. الجزئيه اللي انا بتكلم فيها بالنسبه خاصه بحمايه المستهلك، يعني انا اول الكلام بتاعنا اتكلمت في جزئيه ان لازم في توعيه. يعني انا بدعو لمنظومه حمايه المستهلك، ازاي انا اعرف حقي انا كمواطن عشان ما حدش مثلا كتاجر يضحك عليا او يبيع لي حاجه. اذا دور التوعيه، اذا ده رقم واحد التوعيه. تمام. الدور الثاني يعني احنا كمجتمع عادي بنشتغل في التوعيه، سواء بقى كان نقدر نعملها في مدارس او في مراكز الشباب او تجمعات مثلا موجوده، بنعرف الناس ازاي تعرف تشتري منتج او تتعامل مع واحد مثلا بيعمل لك سلعه او يخدمك في صيانه، ازاي ترتب اولوياتك اصلا. صح. زي ما استاذه بسمه بتقول، يعني اولوياتنا من الاحتياجات نفسها. لا انا احنا بنتكلم في 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 السلع الرئيسيه، في السلع الرئيسيه. تمام. وبنتكلم في الحياه العامه. ما هو انا مش عايش للسلع الاساسيه بس. ما هو انا المرتب بتاعي في سلع اساسيه، في ايجارات، في كهرباء، في حسن استهلاك، في ترشيد استهلاك. صحيح. في حاجات كتير. فيعني انا بتكلم في فيما يخص حمايه المستهلك. تمام. مش الحياه ككل عامه. فانا بتكلم في جزئيه انا عندي ترشيد. الحاجه الثانيه عندي في مشاكل، في ناس بتواجه مشاكل، واحد بيشتري منتج وعنده في مشكله فيه. صح. زي مثلا عمل عنده مشكله في مركز صيانه ما صلحلوش وفي ضمان موجود عنده في ايا كان الشركه المسمى بتاعها. فانا باجي احصل ايه؟ يقول لك ده لسه انا عندي ضمان 5 سنين ولسه شاري من شهر وعندي مشكله فيها، سواء جهاز تكييف، سواء غساله، سواء بوتاجاز، سواء ثلاجه. احنا دورنا بنحاول نتصل بالشركه، نحاول نحل الموضوع. طيب للسلع الغذائيه، هل وصلنا لمرحله انه يحق للمواطن انه يرجع المنتج، يعني يرجعه لو في اي شيء تالف؟ انا في السلع الغذائيه في حاجتين. ماليش دعوه ولا انا. لا، السلع الغذائيه في حاجتين. السلع الغذائيه في حاجتين، في سلع غذائيه اللي هي العبوات المغلقه ومحكمه الغلق ينفع ارجعها، ما اقدرش اقول لا. زي ايه يا فندم؟ يعني اسمح لي اقول لك زي ايه. علب البان، الجبن. طب انا هرجعها ليه وما فتحتهاش اصلا؟ طب ما صحيح هيعرف هرجعها ليه وما فتحتهاش يا احمد بيه؟ ما انا لازم افتحها عشان اعرف. لا اقدر. لا ينفع يبقى فيها كلام. لو انا شاري المنتج من الشركه او من محل واداني فاتوره، سواء بقى فاتوره باركود او ايا كان. الباركود ده موجود في الفاتوره بتاعتي. مزبوط. علبه الجبنه دي بتاعتك وعلبه الجبنه المنتج اللي جواها هو موجود زي ما هو. في مشكله بقى يا استاذ احمد، حتى الان يعني في قطاع كبير جدا من التجار والسوبر ماركتات مفيش الفوتره بقى، مفيش فاتوره حضرتك. الفوتره يعني هي المشكله. يعني احنا عاوزين الحاجات دي موجوده في المولات بس. الثقافه اللي انا بتكلم فيها ايه؟ ثقافه حمايه المستهلك. اعرف حقك ان انا ما اقدرش اشتري حاجه الا بفاتوره. ممكن اعرف سواء بقى اكل، سواء شرب، سواء سلعه، سواء جهاز، سواء ايا كان، او حتى خدمه. يعني لو خوي مش عاوز اقول خدمه دكتور، خدمه سياره، صيانه، ايا كان، كل الفاتوره. ولكن الفاتوره دي على قد ما الدوله بتحافظ على حق الدوله، ده جزء ايه انا ما بدورش عليه دلوقتي، بس هو حق الدوله ده جزء. الجزء الثاني حقي انا كمستهلك
انا راجل عاوز احفظ حقي، او انا رب اسره عاوز احفظ حقي في الحاجه اللي اشتريتها او الخدمه اللي انا طلبتها ودفعت ثمن مقابل ليها وما خدتهاش، او سلعه خدتها وفي مشكله بعد ما خدتها، ما الفاتوره هتريحني، هعرف طيب ارجع على اللي انا خدته من سواء محل. ده غير مطبق. هقول لحضرتك حاجه يا استاذ احمد، يعني مثلا مثلا انا مش عايزه ارمي كل شيء او المسؤوليه بتاعه الرقابه وحمايه الحاجات اللي احنا بستهلكها على المواطن. مثلا لو انت عندك في قريه نائيه، خلينا مع بعض، وحد راح فاتح كده من شباك بيته يعني وبيبيع وانا مضطر اشتري منه وجايب اي حاجه من اي حته، ولا رقابه عليه ولا في حد بينزل له خالص، والناس برضو ما عندهمش الوعي الكافي ان هو يقول لك الحاجه دي نظيفه ولا مش نظيفه ولا كويسه، ومضطرين ان هم يعملوها لان هم مش هيوصلوا للحضر او للمدن. تمام. في الحاله دي فين دور الدوله وفين دور جهاز حمايه المستهلك؟ يعني انا عشان اتكلم في جهاز حمايه المستهلك، هو جهاز حمايه المستهلك انا عاوز اتكلم برضو في جزئيه خاصه بجهاز حمايه المستهلك. جهاز حماية المستهلك يعني لو حسبنا عدد الإداريين أو التنفيذيين أو الموظفين في الجهاز مش كبير. هنرجع بقى لنقطة أكبر. مش هغطي عموم جمهور مصر بالنسبة للإدارة. لا دي جزئية. فأنا عاوز برضك في جهاز حماية المستهلك الإمكانيات اللي عنده مش إمكانيات اللي تغطي جمهور مصر بحالها. يعني كان في اتصال من كام يوم مع اللواء راضي معطي رئيس الجهاز من كام دول امبارح. بيكلمني احنا فتحنا فروع في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، في حوالي اربع او خمس فروع بيكلمني فيهم. يعني احنا فكره منظومه حمايه المستهلك هي عمرها في مصر ما يجيش 10 سنين. يعني كفكره الجهاز هل الموضوع ليس له من الاهميه هو قصة انه ينتشر بسرعه؟ انا مش عاوز اتكلم اتكلم في الجهاز بس. تمام. اصل انا عندي جهازات رقابيه كتير مش جهاز بس. جهاز حمايه المستهلك ده جزء من الاجهزه الرقابيه. في عندي وزاره التموين متمثله في مديريات التموين. تمام. وادارات التموين ومكاتب التموين اللي في القرى. فانا عندي انا في قريه انا عندي مكتب التموين بتاع القريه بتاعتي اللي مختص بالقريه والقرى اللي والعزب والنجوع اللي موجوده جنبها الصغيره. فالمفترض انا عندي مشكله مثلا في محل سي بيبيع حاجه من منتج مش كويس، انا بطلع على مكتب التموين اللي موجود عندي او الفرع اللي موجود عندي. إيه انا برضك هرجع تاني لفكره ايه الثقافه. ثقافه المستهلك نفسه ازاي يعرف حقه، حتى لو انا مش مشتري حاجه من المكان ده بس شايف واحد بيبيع حاجه مش مظبوطه اطلع ابلغ عنه. تمام. اطلع ابلغ عنه في مكتب التموين. ثواني يا استاذه بسمه، بس ثانيه واحده عايزه اسمع من استاذ مصطفى في عجاله علشان وقت حلقتنا، علشان ارجع لاستاذه بسمه هختم بيها النهارده. هل حركه البيع والشراء والتجاره بصفه عامه بتعطل الشباب ان هم او تحمسهم ان هم يفتحوا مشروعات بالنسبه لبيع السلع او بالنسبه لخدمه المواطن في السلع الاستهلاكيه اللي هو بيحتاجها؟ طبعا الشاب، انت تقصدي حضرتك ان الشاب يبقى عنده تجاره يعني بالظبط، ده مش هيحصل هيعطله طبعا. انا لما الاقي مثال عندي اني زميلي او جاري فاتح مشروع ما بيبيعش، بفكره مبسطه انا هفتح مشروع عشان اخسر ابتداء. انا رايي يعني بصفه اقتصاديه او بصفتي بتكلم بخبير اقتصادي، لازم الفوائد البنوك تنزل كمان اكتر من كده. تمام. البنوك هي الوعاء اللي بياخد الفلوس بتاعه المستثمر او بتاعه المواطن العادي اللي ممكن بدل ما يشغلها ويعمل بيها حركه لتداول. انا لما يبقى معايا فلوس هعمل بيها ايه؟ انا هشغل موظف واثنين وثلاثه واربع يعني لو بقى معاه فلوس اصلا يسدد احتياجاته. اوريدي في ناس معاها فلوس، الفلوس دي لو اتحركت ونزلت السوق هتسد احتياجات ناس تانية هتشتغل معاها. هتوفر على الاقل رقم واحد. لازم الفايده تنزل اكتر من كده. تمام. ده رايي الشخصي. استاذه بس ما اصل بصي، هو المواطن هو انت تعلمي ده مجالنا، ان المواطن هو مورد بشري. يعني لولا ان حضرتك عندك علم كمورد بشري ما كناش هنعرف نقول للناس. فالمواطن هو مورد بشري حقيقي، لازم يكون فرد منتج اكتر ما هو مستهلك. مزبوط. واحنا عارفين ده لازم مزبوط. يكون يحصل التوازن ده والموازنه دي. انا عايزه اسمع وجهه نظر حضرتك من خلال واقع المشكلات اللي بتعرض عليكي من خلال غلاء الاسعار، او ان قد ايه يعني المراه عندنا ممكن تشتكي قوي في انها مش لاقيه، حتى لو اتكلمنا عن صحه الطفل، حتى لو اتكلمنا انه لازم يروح يمارس الرياضه، فتقول لك منين ما يعني ده انا كفايه اعرف اكله واشربه. فكلمينا عن المشكلات دي وازاي بتقدري تتعاملي بيها. لا انا مش هقول لحضرتك الرياضه، لا انا هقول لحضرتك حتى لو الطفل تعبان، ما هو اسعار الادويه عندنا غليت، فاحنا كمان بنواجه انه حتى صحه الطفل مش قادرين نقمعه. اللي انا كنت بقوله لحضرتك من شويه انه حتى الاحتياجات الاساسيه والرئيسيه مش عارفين نكفيها، لانه حتى الدواء اسعار الادويه غاليه جدا وبرده مفيش رقابه عليها. تمام. مفيش توفير ليها كله، ومفيش توفير حتى مش موجوده. يعني بتلاقيها في صيدليات معينه بس.
فاحنا عندنا مشكله في الحاجات دي. هي فكره ان انا بقول لها حددي اولوياتك، استخدمي الحاجات المتوفره في البيت، نرجع للحاجات الاساسيه اللي موجوده، زي مثلا ان احنا بلاش بقى ما ادويه البرد غليت، ادويه الـ كل انواع الادويه غليت. بس احنا بنرجع لاصلنا بقى في النهايه. انا اتشرفت بيكم جدا ضيوفنا في حلقه النهارده. اللي اتشرفنا بحضرتك يا دكتور. شكرا استاذ مصطفى. شكرا لحضرتك يا دكتور. شكرا استاذه بسمه. مشاهدينا الكرام، بشكر متابعتكم لينا. يعني كلمه اخيره انا اقدر اوصلها من خلال برنامج كسر الحواجز، فان يا ريت يا ريت نحط في اولوياتنا الحاجات والاحتياجات الاساسيه. مش بالضروره نروح نشتري حاجات غاليه قوي، بتكون نفس الحاجه ممكن نلاقيها في اماكن، هنتعب شويه ندور على الاماكن دي لحد ما نعدي الأزمة الاقتصادية اللي احنا فيها بسلام إن شاء الله. مع السلامة.